أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر 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 وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين
المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر عليك يا حاج. صل على النبي، صل على النبي. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء
من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت الجوار الكنس
وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والوتر والليل
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيه فساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ولا يوثق وثاقه أحد الفاتحة